أنواع الحسابات. بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو جديد نقوم باستعراض أنواع الحسابات التي توفرها شركة Legacy FX. أربعة أنواع من الحسابات المختلفة: الفضي والذهبي والبلاتينيوم والحساب الخاص. الفضي هو الحساب المناسب للمبتدئين، أدنى حد للإيداع $500. الذهبي للمتداولين الأكثر خبرة، أدنى حد للإيداع $5000. البلاتينيوم للمحترفين والخبراء، أقل إيداع $25000. والثلاثة حسابات بدون أي عمولة. الحساب الخاص أقل إيداع $50000. العديد من المميزات لأصحاب الحسابات التي تناسب كافة الخطط الاستثمارية، كما يمكن اختيار الحساب الإسلامي الخالي من الفوائد. طرق متنوعة للسحب والإيداع عبر ثلاث عملات هم اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي، ولا يوجد أي رسوم على الإيداع. أما السحب قد يتم فرض $50 أو جنيه استرليني أو يورو بما يتوافق مع الشروط والأحكام الخاصة بالشركة. يتم فصل أموال العملاء عن رأس مال وأصول الشركة، وهو ما يوفر استثمار آمن وخالي من المخاطر.